السلام عليكم. إذا ما أجري سباق بين المصطلحات والمفاهيم سيأتيك نبأ الديمقراطية في المقدمة. ثار العرب من أجل الديمقراطية، التحول الديمقراطي الدامي، حلم الديمقراطية بات قريب المنال، الديمقراطية ذاك الشيطان الرجيم. بغض النظر عن تفاصيل الجدل الذي لا ينتهي بين حالم بالديمقراطية ومبغض لها، ثمة سؤال لا يمكن تجاوزه يتمحور حول طبيعة العلاقة بين الديمقراطية والعرب. ما شكل هذه العلاقة؟ وما نوع الديمقراطية التي يتحدث عنها العرب في يومياتهم؟ هل يمتلك العرب ثقافة سياسية تؤهلهم لممارسة الديمقراطية وآلياتها؟ ماذا ينبغي على العرب فعله حتى يمسوا الديمقراطية وتمسهم؟ نحاول الإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب. أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد. كلنا نؤمن بالديمقراطية، لكن متى يمكننا تطبيقها؟ كلمات قالها عمر سليمان النائب الراحل للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك إبان الثورة المصرية عام 2011. قالها سليمان مؤكدا أن الشعب ليس مؤهلا لتعاطي الديمقراطية. قالها ليس فقط دفاعا عن نظام مبارك المتهاوي حينئذ، بل تعبيرا كذلك عن قناعات النظام الرسمي العربي الذي ينظر في معظمه إلى السلطة كغنيمة حرب مستحقة له، يوزع منها على من يشاء من بطانته ومقربيه، ومن ثم فلا معنى لديه لمطالبات الشعوب بتحقيق الحرية الفردية والعامة والتداول السلمي للسلطة عبر آليات عادلة. الديمقراطية كونها في تعريفها وأفكارها تعد نقيضا للاستبداد، فقد كانت في قلب مطالب الثوار في انتفاضات الربيع العربي، وبالتالي انحسرت الديمقراطية عربيا مع انحسار موجات المد الثوري واستعادة النظام العربي القديم السيطرة بصورة أو بأخرى في تلك البلدان، بل امتد أثر ذلك الانحسار الثوري إلى خارج خارطة الربيع العربي عبر التضييق على الحريات كإجراء احترازي من قبل بعض الأنظمة، غير أن العنف الدموي الذي شهدته أكثر بلدان الربيع العربي خلف في رأي محللين كفرا بقيم الحرية والديمقراطية لدى بعض شرائح تلك المجتمعات التي لم تر في الثورة إلا محاولة حالمة استثارت كوامن البطش لدى الأنظمة بعد شعورها بالخطر الذي يهدد وجودها. في المقابل ثمة من يرى في انتكاسات الربيع العربي مخاضا جديدا لثورة قد تكون أوسع نطاقا من الناحية الجغرافية وأعمق تغييرا من الناحية السياسية والمجتمعية، ثورة ربما تؤسس فعلا لا قولا لمستقبل عربي جديد. إلى ضيوف الحلقة، معي في الاستوديو زياد بومخلة المحلل السياسي، وعبر سكايب من بون نبيل شبيب الكاتب والصحفي. أهلا بضيفي الكريمين. معك نبدأ، إلى أي مدى كانت الديمقراطية كمفهوم وممارسة حاضرة في الشارع العربي حينما انتفض قبل سنين، وحاضرة في مطالبه أيضا؟ طبعا الديمقراطية هي مصطلح طارئ على الحياة السياسية في العالم العربي. ولد هذا المصطلح في سياق أوروبي مع فلاسفة التنوير في أوروبا، وكان مرتبط ارتباط كبير جدا بالعقد الاجتماعي وفلسفة العقد الاجتماعي التي أطلقتها ثورات أوروبا، وخاصة أوروبا الغربية وخاصة الثورة الفرنسية. بعد ذلك طبعا انتقل هذا المصطلح ليعم يعني بشكل كبير جدا، وكان يعني قمة الصراع بين قوسين بين هذا المصطلح وبقية المصطلحات الرائجة أو المشاريع الرائجة في المنطقة، إبان الحرب الباردة الذي انتصر فيها المعسكر الليبرالي الديمقراطي على المعسكر الشيوعي، وتكرس بعد ذلك هذا النمط الديمقراطي، وأرادت أنه يعني المنظومة الدولية أن تكرسه بشكل من الأشكال إلى أحيانا إلى ما يشبه التعليم وما يشبه الدمغجة وما يشبه الأنماذج التي القصرية على بعض يعني على المنطقة العربية، فضلا على أنها وجدت بيئة يعني بين قوسين عربية من أنظمة فساد واستبداد يعني علبت هذا المصطلح على طريقتها وشكلته في إطار مؤسسات يعني شكلانية أفرغت الديمقراطية من مضامينها الحقيقية، وصنعت بدلها يعني مؤسسات ضعيفة، مؤسسات خاوية، مؤسسات يعني تكرس الاستبداد بطريقة بين قوسين
قوسين حدثية تكرس سلطة الفرد أو سلطة العائلة أو سلطة مجموعة من المجتمع على مجموعة أخرى من المجتمع بطريقة يعني جديدة وبطريقة مستحدثة، ولكنها تفرغ الديمقراطية بشكل كامل من معانيها الحقيقية ومن مضاينها الحقيقية التي جاءت بها. العالم العربي الحقيقة يعيش صراع مرير بين قوسين، الثقافة العربية شحيحة في هذا في هذا في هذا المجال. دعنا نقول بصراحة، يعني حتى إذا ما عدنا إلى التاريخ العميق للأمة العربية والإسلامية، نعلم جيدا أنه بعد فترة النبوة، فترة البعثة المحمدية، كان هناك صراع حقيقي مداره باستمرار السلطة وموضوع التداول وموضوع كيف ندير اختلافاتنا على مستوى الأمة العربية والإسلامية، ومشهد الفتنة الكبرى، مشهد الدولة الأموية المتسلطة، مشهد يعني التاريخ الإسلامي الذي فيه الكثير من الدم، فيه الكثير من الخيانات، الذي فيه الكثير من التصفيات، الذي مدار السلطة الحقيقة يحيلنا إلى أن هناك أزمة حقيقية في استبطان بين قوسين إدارة الاختلاف وإدارة التنوع داخل المجتمعات العربية والإسلامية، بما يجعل أنه هناك حقيقة كأنه يعني حال من النقص النفسي أو المركب النفسي، فيه شيء من العقد تجاه هذه القضية، والذي يحتاج الحقيقة إعادة تركيب. لكن الديمقراطية كمفهوم وممارسة، بغض النظر عن طبيعة هذه الديمقراطية، برأيك هل كانت حاضرة في وعي الشارع العربي عندما انتفض قبل نحو 8 سنين؟ لا شك أنها كانت حاضرة. لا شك أنها كيف تبدى لك هذا الحضور؟ نعم، لأن كانت حاضرة من خلال الشعارات المركزية التي يعني حضرت بقوة يعني في شوارع الثورة وفي ميادين الثورة، سواء في تونس، سواء في ليبيا، سواء في مصر. مثلا الحالة النموذجية، مثلا الحالة الليبية. الحالة الليبية نعرف جيدا أنه مثلا الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الليبي كان عموما إيجابيا. دعنا نقول دولة نفطية، صحيح أنه الثروة بنسبة كبيرة منها كانت تكرر من النظام البائد، نظام القذافي، ولكن لا شك أنه جزء منها كان يوزع على عموم الشعب، وكانت على في كل الحالات الوضع، ونحن جيران ليبيا يعني في منطقة المغرب العربي، نعلم أنه الشعب الليبي كان مرفهاً إلى حد ما. هذا دلالة أنه مثلاً الشعب الليبي من بين الشعوب التي لم تثر من أجل فقط الخبز، من أجل القوت اليومي، إنما ثارت من أجل أنها تكون شعوب حرة، من أجل أن ترى نفسها شعوب حرة. شعوب حرة لا يعني بالضرورة أنها شعوب ديمقراطية تقرر مصيرها. لا طبعا، لا هذا لا يعني. الحرية هي أحد أركان الديمقراطية، ولكن لا يمكن اعتبارها أنها المكون الوحيد التي تكتمل به يعني معالم الديمقراطية في أي نظام معين. يعني الديمقراطية هي مؤسسات، الديمقراطية هي عملية انتخابية، الديمقراطية هي جملة من المضامين وجملة من الممارسات، خاصة التي يعني فهناك فرق كبير جدا بين طلب الديمقراطية وبين صناعة الديمقراطية، وهنا العجز العربي في صناعة الديمقراطية، والحال أنه الطلب عليها متزايد ولكن هناك عجز في صناعتها. طيب سأعود إليك، لكن دعني أتحول الآن إلى بون في ألمانيا مع نبيل شبيب، ويبدو أن هناك مشاكل فنية حول دون التواصل معه عبر سكايب الآن، سنكتفي بالهاتف. سيد نبيل، أليس من المبالغة القول بأن المتظاهرين عندما خرجوا في تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن خرجوا من أجل الديمقراطية، أليس من المبالغة القول في هذا، وإنما يعني خرجوا من أجل إصلاحات محددة تكف عنهم غائلة اليد الأمنية؟ إلى أي درجة ترى أن الديمقراطية، حضور الديمقراطية في وجدان ووعي الشارع العربي حينما انطلق ثائرا في شوارع العواصم العربية كانت مبالغا بها؟ أخي الكريم، أنت بدأت الواقع تقديم هذه الحلقة بالحديث عن مسألة المصطلحات، أشرت إلى مصطلح الديمقراطية في هذا الإطار. فالسؤال هو إذا كانت الديمقراطية هي العيش بحرية، فهذا مطلب شعبي، وهذا مطلب شعبي كان مطروحا على مستوى الثورات جميعا. إذا كانت هي الأمن فهو مطلب شعبي أيضا. إذا كانت قضية تداول السلطات، يعني أن يختار الشعب سلطته التي تحكم في بلده بنفسه، فهذا كان مطلبا شعبيا باستمرار. يعني القضية قضية أولا ضبط الكلمة من جهة، ومن جهة أخرى عندها ننظر ماذا يطلب الشعب. الشعب يطلب العدالة، يطلب الحرية، يطلب الكرامة. هذه الأمور إذا كانت توفرها الديمقراطية، لأن هناك كثير من الكلام حولها، عند ذلك يمكن نقول نعم الشعب يريد الديمقراطية، وهو يعي بذلك كل الوعي. الحديث الذي يقول بأنهم يجهلوا أن الشعب ليس على مستوى الديمقراطية، أو أنه نحتاج إلى ثقافة ديمقراطية حتى نحصل عليها،
ثقافة الديمقراطية تصنعها الشعوب لا تصنعها. طب يعني سيد نبيل، قبل الحديث عن طبيعة هذه الديمقراطية وعن كيف تصنعها الشعوب، لكن ألا تظن أن العرب، الشباب العربي عندما انطلق في شوارع العواصم العربية، يعني ألم تكن الديمقراطية في حينه يعني شيئا من الترف السياسي؟ كان يبحث عن بعض الإصلاحات، عن التحرر من غائلة اليد أو القبضة الأمنية المشددة عليه، يعني بغض النظر عن ماهية هذه الديمقراطية، لكن الديمقراطية كممارسة وفكر وسلوك والدعائم الأربعة التي تقوم عليها الحرية الفردية والحرية الجماعية والاستقلال القضائي وتداول السلطة إلى آخره، بعيدا عن هذه المفاهيم، ألا تعتبر الديمقراطية ترفا سياسيا بالنسبة للعرب الذين خرجوا، وإنما كانوا يبحثون عن جزء يتحررون به من غائلة الأمن؟ يعني لا يوجد شيء أخي يمكن فصله عن الشيء الآخر. لا يمكن أن يعطى الأمن ولا تعطى الكرامة. لا يمكن أن يكون هناك قضاء مستقل ولا يكون هناك فصل بين السلطات. هذه الأمور متكاملة مع بعضها بعضا، سواء سميناها ديمقراطية أو سميناها طريقة حياة، نظام حياة، آلية للممارسة السلطة، فيان ما هو التسمية، يبقى أن هذه الأمور مرتبطة ببعضها بعضا. وأنا أعتقد اعتقادا جازما أن النسبة الأعظم من شعوبنا تدرك ذلك. نحن لا نعيش الواقع في عصر الظلمات، ولا نعيش وراء الجدران، ولا نعيش في المغارات والكهوف. هذه الأمور أصبحت معروفة على مستوى واسع النطاق. بالتالي الواقع ليست القضية قضية أن نطلب جزءا من الأمن أو جزءا من الحرية أو بعض الأشياء التي تعطينا بعض الحرية، القنوات. هذه القنوات الواقع على سبيل المثال في مصر كان هناك أحزاب شكلية، كان هناك قنوات للحرية، كان هناك إمكانية لإصدار بعض الصحف دون أن لكن كان الحاكم بأمره كان يقول تقولون ما تشاءون ونصنع ما نشاء. بالتالي كان هو الذي لا يريد أن يطبق الديمقراطية ليس في مصر وإنما في سائر الدول العربية والإسلامية حتى. فبالتالي الواقع ليس القضية قضية نحو نطرح الأمور والله كأن الشعوب لا تريد أو لا تفهم أو لا نستطيع أو إلى آخره. هذا الأسلوب الواقع هو نوع من تهرب من إعطاء الإنسان حقوقه وحرياته بشكل كامل. طيب لو سلمنا زياد، لو سلمنا بأن الشباب العربي نزل إلى الشارع وقدم الدماء طلبا للديمقراطية، ما نوع هذه الديمقراطية التي بحث عنها الشارع العربي في بدايات مرحلة الحراك والانتفاضات؟ طبعا الشارع العربي بناء على ما مر عليه من أهوال، بما مر عليه من استبداد مطبق، بما مر عليه من قبضة أمنية كنت تذكرها، يعني كان لا يستطيع فيها معها إلا أنه يكون ضمن التيار العام وموافق على كل السياسات التي تفرضها دول الفساد والاستبداد. لا شك أنه كان الطلب الأساسي أنه يجد فرصته لكي يعبر عن ذاته، لكي يكون مواطنا. غابت المواطنة في عالمنا العربي والإسلامي، المواطنة صارت منتهكة، المواطن لا يتمتع بحقوقه، يعني يمنع المواطن في بعض الدول العربية كان من جواز سفره، من بطاقة الهوية اليومية التي تثبت انتماءه لهذا الوطن. يعني وصل بنا الحال في بعض الدول العربية وبعض العواصم العربية إلى هذا الحال، ولذلك هذا المواطن العربي كان لا يحس بمواطنيته، وهو ما زال لا يحس بها كذلك ولا يعيشها في كثير من العواصم العربية للأسف اليوم. ولذلك كان يخرج من أجل أن يسترد هذه المواطنة المسلوبة، من أجل أن يعيش حياة كريمة. والحياة الكريمة لا يعني الترف، الحياة الكريمة يعني أن نحارب الفساد، يعني بين قوسين الثروة الوطنية تقسم بشكل عادل على كل مستحقيها، المعنى العدالة التي يعني تتوزع على كل جهات البلاد بشكل لا تنحاز فيه الثروة إلى جهة أو إلى فئة أو إلى عصابة. يعني المواطن العربي خرج من أجل هذا، من أجل أن يعيش دولة جديدة، من أجل أن يعيد بناء الثقة مع دولته التي فقدت كذلك. يعني كل الدول العربية تعيش أمثالا اجتماعية متندرة من يعني بين قوسين من هذه الدولة المنتهكة للحقوق وللحريات السالبة لحقوق مواطنيها. الثقة كانت مفقودة تماما في هذه الدولة، وظلت للأسف مفقودة لأن الدولة لم تقدم النموذج الذي يطمئن معه المواطن العربي أن يكون هذه الدولة التي ينتمي إليها. ولذلك المواطن العربي ليس جادا في عمله، يعني لا يذهب إلى العمل وهو مقتنع أنه يقدم بين قوسين واجبا وطنيا من أجل دولة تحترمه، وإنما يذهب من أجل أن يحصل قوت يومه. تنقلب الصورة في الدول الغربية وفي الدول الديمقراطية حينما يذهب المواطن ممتلئا بمواطنيته، ويذهب من أجل أنه يكون له يعني بصمة في البناء الوطني وفي مجتمعه. هنا تنقلب الصورة، وهنا المعادلة، وهنا بين قوسين المفارقة التي يعيش المواطن العربي. ولذلك خرج من أجل استرداد كما قلت هذا الوطن المسلوب، هذا الوطن الم
المسروق، هذا الوطن المباع كذلك يعني بأبخس الأثمان إلى بعض المنظومات الإقليمية والدولية التي تتمتع بثرواته وتفرض عليه سياسات وتفرض عليه خيارات في المنطقة. ولذلك أنا ظني أنه المواطن العربي خرج من أجل كل هذا، لا شك أنه واجه صعوبات حقيقية، ولا شك أنه المسار، وأنا تقديري الديمقراطية كذلك ليست نقطة، هي مسار بناء تراكمي يعني يتحقق بمقتضاه تشكيل نظام جديد، تشكيل دولة جديدة. المشكلة الذي حصل معنا في الحقيقة أستاذ جهاد أنه إحنا يعني في بعض دول الربيع العربي أو في بعض دول الثورات أردنا أنه نركب الديمقراطية على نفس الوعاء المتهالك، الوعاء الفاسد، الوعاء النظام القديم الذي لا يقدر لا يستوعب يعني لا يعني بلغة الكيمياء وبلغة هذا يعني سيحصل بالضرورة يعني رفض يعني تلقائي لهذا. أنت سقتني مباشرة إلى السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه على نبيل في ألمانيا، هل من المنطقي والعقلاني خروج بضعة آلاف من الشباب في الشوارع العربية للمطالبة بالديمقراطية في جو من في بقعة جغرافية غارقة في الاستبداد السياسي ووسط أنظمة حكم تقوم على حكم الفرد أو العائلة، من دون أن يكون في الأفق ما يشي بإمكانية تحقيق هذا المطلب؟ هل هذا من المنطقي والعقلاني برأيك نبيل؟ أخي الكريم، يعني طريقة سؤالك طريقة استفزازية. أولا لم يكونوا ألوفا بل كانوا بالملايين في معظم البلدان العربية. ثانيا قضية تبدأ بمثل هذه الخطوة أو أشباهها. ثالثا يئس من الانتظار، حتى قال يعني من يسمى حكيم الثورة في تونس هرمنا حتى في انتظار هذه اللحظة. يعني القضية الواقع متراكمة في منذ زمن بعيد، الاستبداد يتراكم، الفساد يتراكم، الظلم الاجتماعي يتراكم، سيحصل انفجار على شكل ثورة كما حدث في عدد من البلدان العربية دفعة واحدة، بدأت في تونس وما زالت مستمرة في أكثر من بقعة. أخي القضية يبدو أننا فعلا نحتاج إلى شيء من التحديد لمعنى كلمة ديمقراطية، لأننا نستخدمها إلى حد بعيد متى نخلط بينها وبين العدالة الاجتماعية الديمقراطية الموجودة في الغرب. الواقع يوجد ظلم اجتماعي كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، في عدد من البلدان الأوروبية إذا لم نقل فيها جميعا، هناك تفاوت في الحياة الاجتماعية، هناك سيطرة على ثروات البلاد وثروات الصناعة والزراعة في وقت واحد، هناك فقر منتشر في بلدان الواقع وسط الدخل فيها ومن أعلى وسط الدخل في العالم. رغم ذلك هناك الواقع ظلم اجتماعي. نحن إذا نتحدث الآن ونحدد أن الديمقراطية هي آليات الحكم من أجل توزيع السلطة يعني فصل ما بين السلطات، من أجل تأمين الحريات العامة وتأمين الحقوق الأساسية، هذه أمور معينة، فصل القضاء، استقلاله، سيادته، هذه الأمور الواقع عندما نطالب بها فنطالب بشيء محدد ونطالب في الوقت نفسه بالعدالة الاجتماعية، بالكرامة، بالأمن، بكذا، هذه مطالب أخرى مع بعضها بعضا تشكل الحياة المطلوبة لشعوبنا. وعندما يقوم الملايين من الناس الواقع وهم يطالبون بهذه الأمور في الشوارع وبكل أسلوب، متى يطالبون بها؟ هل ينتظرون حتى يعطون مثل هذه الحقوق؟ ولم يعطى، لا يعطى أحد مثل هذه الحقوق هكذا بلا تضحيات وبلا تحرك وبلا يعني عمل من أجل ذلك. إنما في كلامك نوع من الإشارة أو في السؤال نوع من الإشارة غير المباشرة إلى تخلف النخب عن طرح الطرق العملية من أجل القيام بثورة ومن أجل تحقيق أهداف الثورة التي قامت شعبيا. بالتالي الوقت هناك نوع من القصور، نعم، في عدم وجود يعني رؤية واضحة كيف نستطيع أن نستبدل الحرية والحياة الآمنة والعدالة وإلى آخره بهذه الأنظمة الاستبدادية القائمة وكيف نتخلص منها. إلى جانب الرؤية نبيل، ولكن الأمر من حيث الأساس، نعم، الشعب كان يطالب بكل الأركان التي مع بعضها بعضا تسمى في الغرب الديمقراطية. إلى جانب الرؤية، إلى أي مدى امتلك العرب المؤسسات أو البنية التحتية الممثلة بالمؤسسات الكفيلة بتحقيق ديمقراطية مثمرة عبر آليات صحيحة؟ هذا ما أبحثه معك ومع زياد بعد هذا الفاصل.
أسعدكم الله ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من حلقة اليوم التي نبحث فيها العلاقة المفترضة بين الديمقراطية والعرب. زياد، التطبيق الديمقراطية أو المطالبة بها تفترض على الأقل ممارسة سياسية بدرجة أو بأخرى، ما رصيد العرب من هذه الممارسة السياسية أو الثقافة السياسية؟ طبعا هو تاريخ العربي والإسلامي بقدر ما فيه كما قلت في بداية كلامي فيه الكثير مما يقال يعني في الناحية السلبية، بمعنى طبعا أتكلم عن السنين الأخيرة. نعم، التاريخ الحديث لا، في التاريخ الحديث الحقيقة الدول الوطنية التي انتصبت من قوسين بعد الاستعمار الغربي للمنطقة العربية والإسلامية لا شك يعني تركت أثارها بعمق في الواقع العربي والإسلامي، وأنتجت أنظمة استبدادية، أنظمة يعني تقوم بالوكالة على المصالح الغربية في المنطقة العربية والإسلامية، وهو ما جعل هذه الأنظمة استبدادية من حيث المنشأ واستبدادية من حيث العمق، ولا يمكن لها بأي حال من الأحوال إلا أن تكون وفق هذا النمط. وطبعا هذا أنتج حالة يعني سياسية رثة، حالة سياسية متكلسة، أصابت فيما أصابت كذلك حتى طبقة المعارضة السياسية. ولذلك اليوم هناك، دعنا نقول إن هناك حالة من الفشل في الاستفادة من الفرصة التي جاءت لبعض المعارضات العربية في بعض المناطق العربية والإسلامية في دول ثورات الربيع العربي، لأنه كانت فرصة تاريخية، شعوب ثارت، الشعوب اختارت أن تكون لصالح الحرية، لصالح إعادة بناء الدولة الدول الوطنية، ولكن للأسف بعض المعارضات، صحيح أن هناك مشاريع إقليمية ودولية حالة دون ذلك، ولكن كذلك لي أن أقول أنه مشاريع المعارضة التي كانت منتصبة في المنطقة العربية والإسلامية كذلك لم تحسن إدارة هذه الفرصة، وكان هناك الحقيقة مثال الإسلام الواضح ديمقراطية كارزاي في أفغانستان، وهذا الشكل التنميط الذي أرادت أن تفرض الولايات المتحدة الأمريكية في شكل ديمقراطية شكلانية، ورأينا نتائجها اليوم على مستوى أفغانستان. الديمقراطية بول بريمر في العراق وما أنتجت يعني من مخلفات يعني قسمت العراق إلى ما يشبه الدويلات المتناحرة وكذلك الطوائف المتناحرة، وهذا أثر بشكل كبير جدا في استقرار العراق ووحدة العراق وكون دولة محور في المنطقة العربية والإسلامية. ولذلك القضية وقس على ذلك كذلك يعني بقية المناطق يعني تونس، مصر، يعني اليمن، الحال العربي الحقيقة يفيد إلى خلاصة غير إيجابية كثيرا في هذا الباب. ولا شك أنه كذلك للأسف أنه وعي المجتمعات العربية والإسلامية متقدم على وعي النخب السياسية. في الوقت الذي كان يجب أن تأخذ الثورات مداها الطبيعي ومن أجل إعادة تشكيل المشهد السياسي بالكامل وبين قوسين الإثخان في جسم المنظومات القديمة والدولة العميقة، استعجلت النخبة السياسية المعارضة إعادة بناء العملية السياسية من جديد، وكأنه يعني القضية تتعلق بإنتاج مؤسسات معينة قادرين معها على أن ننتج ديمقراطية مستقرة في المنطقة، وأبانت التجربة أن القضية ليست كما كنا نتوقع. ولذلك اليوم لابد من إعادة بناء بين قوسين التجربة العربية وفق قراءة جديدة، وفق إدارة جديدة لمجمل الوضع، حتى نكون قادرين على بالفعل على إنتاج ديمقراطيات مستقرة، ديمقراطيات قادرة أن تصمد في ظل وضع اقتصادي عالمي يعني فيه الكثير من الاهتزازات، وديمقراطيات قادرة أن يكون لها قرارها الوطني المستقل في ظل يعني أجندات إقليمية ودولية متغولة وتريد أن تقسم المنطقة. نبيل، يعني تابعنا نحن يعني دول الربيع العربي، في سوريا مثلا انقلبت النخب إلى فصائل عسكرية متناحرة فيما بينها، في مصر التيار الواحد، الجماعة الواحدة منقسمة على نفسها بحدة، الأمر نفسه تكرر في ليبيا وفي اليمن. أنقل لك، دعني أقتبس هنا السؤال، ألا يعكس هذا الأمر إخفاق هذه النخب الثورية في إدارة الصراع مع العدو من ناحية وفي إدارة خلافاتها البينية من ناحية أخرى؟ أقتبس لك السؤال التالي، ألا يعكس هذا أن العرب ما زالوا في مرحلة بين قوسين المراهقة السياسية وهم بعيدون جدا عن استحقاقات الديمقراطية؟ يعني نحن لا ينبغي أن نعمم عندما نقول كلمة العرب وكأننا نعني 350 مليون إنسان في العالم العربي، هذا كلام الواقع لا نستطيع أن هذه هي النخب الثورية عليه. أتحدث عن النخب الثورية. نعم، لا نستطيع أن نبني عليه إلا إذا حددناه
لا شك أن كثيرا من الأطراف التي شاركت في الثورات كانت لا تعي ماذا تفعل أصلا في كثير من الأمور. لا شك أن النخب السياسية بمعنى ما كانت قائمة من أحزاب ومجموعات سياسية وتجمعات كانت دون مستوى الواجب في إدارة هذه الثورات التي قامت من منطلق شعبي في الدرجة الأولى، يعني من أناس لم يدرسوا الثورات في الكليات وإنما قاموا بها مباشرة في الشوارع وفي المساكن وفي المنازل. الأمر الذي يجب أن نوقع أن نعيه، نحن الآن على الطريق وليس غير الطريق. عندما نشأت الديمقراطيات في الدول القومية الأوروبية ولم يكن لديها سوى استبداد أشد ظلمة من الاستبداد الموجود في بلادنا، الواقع آنذاك استغرقت الأمور فترة طويلة. الذين دعوا إلى الديمقراطية مثل الفيلسوف كانت في ألمانيا، مثل فولتير في فرنسا، جان جاك روسو، كلهم ماتوا قبل أن تقوم الدولة. يعني لكان لابد من مرور جيل أو جيلين أو ثلاثة، وكانوا يمرون بمراحل أيضا كالمراحل التي نمر بها. هناك كثير من التضحيات، هناك كثير من الفوضى، هناك لكن كثير من لكن في أوروبا العمل. تحدثت عن جاك روسو وعن فولتير وغيرهم من الفلاسفة والمفكرين، لكن كان هناك منظرون أصحاب رؤى واضحة ومحددة لطبيعة الدولة ولشكل السلطة في مرحلة التحول. الآن هذه النخب غير موجودة في العالم العربي. هذا في شيء من التعميم أيضا. جاك روسو كان يتحدث عن إمكانية نشأة الدولة الوطنية التي تحكم نفسها بنفسها، ولكن ليس في بلد كبير كفرنسا وإنما من أجل البلدان الصغيرة. نعم. يعني كان هناك أيضا أخطاء حتى في الرؤى وفي الطرح. نعم. كان عفوا معذرة النبيل، يعني أنت لم تسمع السؤال للنهاية، يعني صحيح، لكن أنا أتحدث أين هذه النخب التي تنظر لطبيعة السلطة في مرحلة التحولات أو في مرحلة ما بعد الدولة القطرية الراهنة؟ أخي بكل بساطة في بلادنا الواقع نحن نواجه أمرين في وقت واحد. عندما واجهت أوروبا طريقها على طريق التحرر والديمقراطية والدولة الوطنية ودولة المؤسسات، لم يكن هناك أعداء خارجيون كما نحن نواجه في الوقت الحاضر. الآن عندما تتحرك بعض، عندما تجري بعض الانتخابات وتخرج فيها فئات لا تنسجم مع الفكر الغربي والتسلط الغربي والهيمنة الغربية، يحاربونها أيضا من الخارج. فنحن في الوقت الحاضر نحتاج إلى أمرين في وقت واحد. أولا تحرر من الاستبداد الداخلي، ثانيا تحرر من الهيمنة الأجنبية. نعم. وهذه مهمة أجيال ومهمة أجيال من المفكرين أيضا. طيب. يمكن مر معنا كثير ممن يطالبون بالحريات منذ أكثر من 150 عاما في الحركة الإصلاحية، جمال الدين الأفغاني، محمد عبده إلى آخره، والآن أيضا قد تخرج هذه الثورات التي الثورات الشعبية التي بدأت في تونس. هذه المرحلة يمكن أن تربي إنسانا جديدا في بلادنا. طيب. بدأ الواقع شيء من الوعي على مستوى الشبيبة للجيل القادم. طيب جميل. يوجد زياد فائض نظري حقيقة في مسائل الديمقراطية عند العرب. نعم. تنظير فائض من التنظير، لكن عندما نأتي إلى الممارسة تظهر العيوب ويبدأ التعثر في العمل، لماذا؟ لذلك كما قلت لك، كان أنا تقديري من موقع الذي أتابع فيه الأحداث، هناك فشل في إدارة الفرص التي جاءت لنا كعرب، يعني خاصة إبان ثورة الربيع العربي. صحيح أنا أعرف أن أتوافق مع الأستاذ نبيل أنه بالفعل هناك الزمان ما زال يعني لصالحنا ولصالح الثورات ولصالح الشعوب، على أنه ولأنه الثورات كذلك مسار وليست نقطة يعني انطلاق ونقطة انتهاء، ولكن كذلك هناك فرص لا تأتي كل مرة، وهناك فشل في إدارة هذه الفرصة. السبب الأول في تقديري أن هناك كما يعني ذكر المفكر الجزائري مالك بن نبي، هناك حالة من القابلية للاستعمار ما زالت يعني راسخة في العالم العربي والإسلامي، تحتاج إلى كثير من المعالجة حتى نكون قادرين معها. يعني لا يتصور العالم العربي اليوم أنه قادر، مواطن عربي، على أنه هو قادر على إدارة تحول يعني عربي وقادر على أن يفضل أنه القرار العربي كذلك، يعني على خلاف ممكن القرار الأوروبي أو بعض المناطق الأوروبية والغربية، القرار العربي مشتت، الدول العربية بين قوسين تكيد العواصم العربية. نعم القرار السياسي، العواصم العربية تكيد لبعضها البعض، العواصم العربية يعني تقود السياسة، لكن نحن نتحدث عن التغيير من الأسفل. نعم. ليس من الأعلى. ولكن هذا عنصر ذلك عنصر مهم جدا في إدارة عملية التحول، في إدارة
عملية الانتقال الديمقراطي. على مستوى الشعوب هناك يعني الوعي كذلك غير مكتمل بالكامل، يعني تعرف أن الوعي هو كذلك تراكم، لا يمكن بناء وعي يعني في سنة أو سنتين ولا حتى في عقد من الزمان، الوعي متراكم والشعوب العربية تعي شيئا فشيئا طبيعة التحديات التي تعيشها، ولابد أنها في مرحلة من المراحل ستنتج يعني قراءة متكاملة للوضع وستكون لديها مشروع متكامل. غياب مشاريع وطنية كذلك، لأنه أغلب للأسف المشاريع القائمة في المنطقة اليوم هي مشاريع في غالبها مشاريع مستوردة ومشاريع معلبة ومشاريع يعني غير قابلة على الإنفاذ في الواقع العربي المعاش اليوم. هناك كذلك مشكلة حقيقية تحدث عنها الدكتور طارق البشري المستشار، وكذلك تحدث عنها بشكل آخر عابد الجابري في المغرب، تحدث عن ضرورة إيجاد تيار أساسي بالنسبة لطارق البشري، التيار الأساسي في الأمة، وأن هذا التيار الأساسي يجب أن يتشكل من كل مكونات يعني بين قوسين البنية العربية بإسلاميها ويساريها وقوميها، حتى نكون قادرين بالفعل على بناء دولة وطنية حديثة قادرة أن تصمد في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة وفي ظل الكيانات الضخمة التي تريد أن تبتلع العالم. طيب. وكذلك يعني بين قوسين تحدث عنها عبد الجابري في موضوع الكتلة التاريخية، وأنه اليوم لابد من إنهاء حالة التنافي بين خاصة مكونين أساسيين في الأمة يعني الإسلاميين واليساريين من أجل بناء توافقات وطنية يعني في مستوى عميق حتى نكون قادرين على بناء دول وطنية بالفعل. وإن كان اليساريون تحولوا إلى مجموعة من النخب يعني لا توجد امتدادات حقيقية في الشارع العربي لهم، هذا ما وشت به الانتخابات. دعني أتحول إلى ألمانيا، هناك الكثير من الديمقراطيات المطبقة في العالم، أيها يناسب العرب برأيك؟ أخي لا نختار من الخارج، وإنما نصنع في بلاد العربية النظام أو آليات السلطة التي تناسبنا بشكل مباشر، وهذه تنشأ مع مرور الزمن ومع بذل الجهد وتكامله بين الاختصاصات المختلفة القانونية وغير القانونية. يعني نحن الواقع في إلى حد بعيد قطعنا شوطا على هذا الطريق. قبل قليل كنت تسأل عن بعض من عن الفكر، الواقع أتى الأخونا الآن ضيف الكريم عندك في الاستوديو بعدد من الأمثلة مثل مالك بن نبي طارق البشري إلى آخره. يعني هذه الأمور الواقع تتراكم مع مرور الزمن ويمكن أن نصل إلى صيغة جديدة. الأمريكا عندما يعني أنت قلت نقطة مهمة، قلت نبيل أنت أشرت إلى نقطة مهمة، قلت إننا في الطريق وقد قطعنا مرحلة، هل وضحت لنا ما هي هذه المرحلة التي قطعها العرب نحو الديمقراطية أو نحو التحرر السياسي؟ نعم، من خلال أمثلة بالقياس على غيرنا أيضا بالمقارنة مع سوانا. ذكرت قبل قليل مثال فرنسا، هناك فرنسا ألمانيا كثير من البلدان عندما تنظر فيها الديمقراطيات فيها مختلفة عن بعضها بعضا باختلاف ثقافتها المعرفية وإرثها المعرفي وباختلاف طريقتها الاجتماعية في الحياة. فثقافتها في فرنسا تختلف عن أمريكا، في سويسرا هناك الديمقراطية المباشرة، في فرنسا الديمقراطية الرئاسية كأمريكا نسبيا إلى آخره. نحن الواقع نحتاج إلى إذا ردنا أن نسميها ديمقراطية، الواقع هو الاسم ليس مهما، إذا أردنا أن نقيم دولة مستقرة على أساس وطني أو على أساس عروبي يعني أوسع من الوطن قومي، عند ذلك نحتاج الواقع إلى حد كبير إلى أن نراعي ثقافتنا، نراعي علاقاتنا مع بعضنا البعض. قبل قليل كان قد ذكر وجود تيارين، الإسلامي والعلماني، علماني بوجوهه المختلفة والإسلامي أيضا بأشكاله المختلفة. يجب أن نتعلم كيف نتواصل مع بعضنا بعضا، يعني حسب القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف نستطيع أن نشكل مع بعضنا كينونة أو كتلة مشتركة أو إلى آخره من التسميات الواردة على الألسنة المفكرين وكتبهم دون أن نتواصل مع بعضنا؟ هذا التواصل في الوقت الحاضر بدأ يجري من خلال الثورات وبعد الثورات. الآن إلى حد كبير كنا ما زلنا تحت قابلية الاستعمار وقابلية أيضا التجزئة، أنت تقول عن فلان تونسي عن فلان سوري عن فلان مصري، وننسى أننا إن لم نتجاوز الحدود في هذه المشكلة المشتركة فيما بيننا جميعا على الأقل لن نستطيع أن نبني بناء مستقرا، لأن من خارج حدودنا يوجد الواقع من يتكتل ضد مثل هذا التحول لأنه يؤثر على العالم كله وليس على منطقتنا فقط. لكن الأمور ماشية في الاتجاه الصحيح. إلى أي مدى ما زالت هذه الديمقراطية هي لها رصيد في قلوب الشارع العربي بعد ما حدث كل ما حدث؟ نبحث هذا الأمر بعد هذا الفاصل الأخير.
مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم في بون. نبيل، يعني كل الأنظمة السياسية الديمقراطية في الغرب أخلت ساحتها من الصراع الدائر بين الانتفاضات العربية وأنظمة الاستبداد في العالم العربي، بل إن هذه الأنظمة الديمقراطية دعمت الأنظمة الرسمية القائمة. استنادا إلى هذا الواقع، إلى أي مدى ما زالت الديمقراطية تحتفظ بشيء من بريقها في عيون العرب الذين إذا ما أرادوا أن يمارسوا الديمقراطية فهم يريدون ذلك مأخوذين بالتجربة الغربية؟ يعني الأمور لا تقاس الواقع بقياس التجارب فقط. يعني هناك المبادئ بحد ذاتها والنظم بحد ذاتها والمناهج بحد ذاتها، وهناك من يطبقها. إذا نظرنا في الإسلام نجد هناك من يطبقه بشكل غلط، بشكل خاطئ، بشكل أحيانا عدواني، بينما هناك الإسلام الذي يمكن أن نتحدث عنه كنظام عادل على كل الصعيد تجاه المسلمين وتجاه غير المسلمين. أيضا الديمقراطية، وجدت ديمقراطية البلدان الشرقية الشيوعية تحت حكم الحزب الواحد الاستبدادي، ووجدت ديمقراطيات مختلفة، منها الديمقراطية الطبقية الموجودة في الهند أو المباشرة، حتى الشعبية المباشرة في بلد مثل سويسرا. إذا هناك اختلاف في التطبيق، ولكن القضية بالنسبة إلى بلادنا الشعوب، خاصة الآن إذا تحدثت عن مثال السوري الذي ما زال مستمرا ودمويا إلى حد بعيد، الواقع نعلم بأنه حتى الآن لم يقطع الأمل ولم يتراجع عن المطالب بالحرية. كلما سنحت له فرصة، يعني تخرج مظاهرات، تكون هناك بعض الأنشطة من أجل المطالبة مجددا بالديمقراطية بمعنى الحرية، الأمن، العدالة، الكرامة، هذه العناصر الرئيسية التي هي فوق الديمقراطية وفوق جميع مناهج الحكم، هي الشيء المطلوب وما زال مطلوبا. نعم، ما زال مؤمنا به، ولكن لا شك أن سلوك الدول الغربية في هذه القضايا وسلوك الدول أيضا غير الغربية مثل روسيا، الواقع هذا السلوك جعلنا أو جعل الشعوب تفقد الأمل وتفقد أي نوع من أنواع تعليق الوهم، لا أقول الأمل، على مثل هذه الأنظمة التي تتحرك بمصالحها المادية ومطامعها وتطلعاتها إلى الهيمنة. طيب، تحدث نبيل عن الفصل بين المبادئ وبين الممارسة، وضرب في ذلك الأمثلة يعني عن الأنظمة الديمقراطية في الغرب، لكن نحن نتابع وأنت كذلك ساحات التواصل الاجتماعي وتعليقات الثوار والناشطين والإعلاميين والنخب الثورية. هناك حالة زهد حقيقي، ليس بالأنظمة الغربية لأنها لم تكن تؤمن بالأصل بالأنظمة الغربية، هناك حالة زهد حقيقي وكفر بين قوسين بالديمقراطية. ناس تقول أن هذه الديمقراطية عبارة عن أوهام، ويريد الغرب النفاذ من هذه المبادئ إلى ساحاتنا الداخلية. برأيك السؤال هنا، يعني من هي القوة القادرة على إقناع الشارع العربي ب يعني إمكانية اعتناق فكرة الديمقراطية كإطار للحكم والسياسة في البلاد، بعد أن يعني نزعت من قلبها ومن عينيها ما هذه الفكرة بسبب الممارسات الغربية؟ عودة على بداية كلامك، طبعا هناك فكرة أساسية أراد بعض المستشرقين الغرب تكريسها لدى في الوعي العربي والإسلامي، وأنه العرب لبلادة في طبائعهم، لضعف في يعني تفكيرهم، لا يستحقون الديمقراطية، لا يمكن أن يعيشون حالة ديمقراطية. هذا موجود في النخب الغربية. نعم، وهناك حالة من الدندنة مستمرة حول هذا المعنى. العرب يجب أن يتجاوزوا هذه العقدة، يعني وفي كل الحالات أنا في تقديري الأهم هو إنتاج يعني آلية وإبداع آلية لإدارة الاختلاف داخل أوطاننا العربية والإسلامية، سميها ديمقراطية، سميها أي ما شئت، ولكن المهم أن
نبدع آلية نتواضع عليها ونطمئن جميعا إنها الأفضل لإدارة أوضاعنا، وهي التي بنت بيئتنا، وهي بنت زمانها وبنت مكانها وبنت طبيعتها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لابد من يعني طرد مقولة كذلك نظام الرسم العربي، وخاصة النظام مثلا السوري دائما كان يقول يعني لا نحتاج إلى ديمقراطية في هذه المرحلة، ترى العدو على حدودنا، دعنا ننهي المعركة الخارجية حتى نعود بعد ذلك للمعركة الداخلية، وكأنه مصير الشعب السوري لا يستطيع أن يواجه العدو إلا وهو في حالة استبداد. لا، بالعكس، يعني الكلمة السحرية هو نظام وطني ديمقراطي، يعني تعبئة وطنية شاملة، وممكن من خلاله تدشين معارك الإصلاح، تدشين معارك التنمية، تدشين معارك تطوير الأوطان. هذا الذي يمكن اليوم أن نبني عليه. النقطة الأخرى التي نريد كذلك، لا يمكن بناء ديمقراطية كذلك أستاذ جهاد بأحزاب لا تؤمن بالديمقراطية. الأحزاب هي بين قوسين يعني فضاء مهم جدا لتشكيل الوعي الديمقراطي عند المواطن. المواطن عندما يرتاد بعض الأحزاب حتى في بعض دول الربيع العربي اليوم التي بدأت تستقر فيها شيء من العمل الديمقراطي، هذه نقطة مهمة، ويجد فيها يعني ممارسة غير ديمقراطية. هذه الأحزاب يعني هشة وضعيفة ولا تنتج ثقافة سياسية. فضلا عنها، أحيانا هي ترفع شعار الديمقراطية أو لواء الديمقراطية، ولكنها لا تمارسها في بيوتها الداخلية، لا تمارسها في مؤسساتها، لا تبني أحزاب بالفعل تؤمن ويمكن أن تنتج ديمقراطية. ولذلك تفشل العملية السياسية في أكثر من قطر عربي، لأنه هذا هو واقع الأحزاب للأسف، وهي لابد من مراجعة شاملة لطريقة العمل يعني أحزابنا العربية سواء في الحكم أو في المعارضة لإنتاج النظام الديمقراطي الذي بمقتضاه نبني دول وطنية ديمقراطية مستقرة. النقطة الأخيرة كذلك، نحن نحتاج مجتمع مدني قوي في الدول العربية والإسلامية. المجتمعات مؤسسات وهيئات العمل المدني والعمل الخير والعمل التوعوي والعمل الحقوقي، هذه من دعائم يعني بناء الديمقراطيات المستقرة والراسخة، والتي تنتج باستمرار يعني مصطلحات جديدة، ويتجدد بمقتضاها النظام السياسي، ويتجدد بمقتضاها الواقع المعيش. نحن في هذا الصدد يعني حتى تعود السلطة للمجتمع، لأنه اليوم الدولة الوطنية التي استقرت في العالم العربي والإسلامي بعد الاستعمار استحوذت على كل المهام، المهمة التربوية، المهمة الصحية، المهمة التعليمية، المهمة الاقتصادية، وفقد المجتمع كل أدواته التي بمقتضاه يمكن أن يصنع التوازن مع هذه السلطة المتغولة التي تستحوذ على كل أدوات صناعة الوعي وأدوات تشكيل الوعي العام داخل المجتمع. المجتمع العربي يجب أن يستعيد سلطته، واستعادة سلطته من خلال أحزاب قوية، مجتمع يعني منظمات مجتمع مدني قوية ونافذة وقادرة أن تقدم بدائل حقيقية، وتوزيع السلطة على أوسع نطاق ممكن، وتوزيع الثروة بشكل عادل على كل يعني بين قوسين مكونات المجتمع، والاستثمار خاصة في كيانين أساسيين داخل المجتمع. اليوم عندنا ثروة هائلة في المجتمعات العربية هي الشباب. الشباب يمثلون ثلثي سكان المنطقة العربية. الشباب بدل أن يكون هو الدافع للتنمية اليوم اللي هي محرك العملية الديمقراطية، الشباب ينظر له في العالم العربي والإسلامي على أنه عبء اقتصادي وعبء اجتماعي وعبء أمني، ويتعامل معه على هذا الأساس. ولذلك نرى أنه الشباب يرمي بنفسه بقوارب الموت بحثا عن الجنة يعني في الغرب. وكذلك المرأة أو يعني باعتبارها عنصر استقرار عميق جدا في أي مجتمع، اليوم المرأة العربية ما زالت تعيش واقع صعب، واقع مرير، تحتاج معها إلى إعادة بناء واقع. سأعود معك لبحث هذا الأمر أيضا، لكن أختم معك طبعا، لكن أذهب إلى ألمانيا. نبيل، ما الذي يحتاجه العرب حتى تنجح أي ديمقراطية مفترضة متخيلة عندهم؟ يعني دعني من كلمة الديمقراطية، كما ذكر الأخ قبل قليل الواقع، وأنا أثني على جميع النقاط الخمسة التي ذكرها متتالية 100%. هذا الذي نحتاجه، ونحتاج بصورة خاصة إلى التركيز على جيل الشباب بدل التركيز على الجيل الذي أكاد أقول أكل الدهر عليه وشرب في مساعي خلال 5 عقود 6 عقود أو أكثر تحت الاستبداد، ولم يستطع أن يخرج بالبلاد من الاستبداد. فدعوا الشباب الواقع في الوقت الحاضر الذي بدأ يعي الواجب الذي يمكن أن يأتي به، أن يقوم به عندما يسعى من أجل الكفاءات، من أجل إدارة الأزمات، من أجل التأهيل، من أجل العلم، من أجل المعرفة، ومن أجل التواصل. هذا الذي أعتقد بأنه ينقصنا في الوقت الحاضر، التواصل عبر الحدود، التواصل عبر الاتجاهات، التواصل عبر جميع الحواجز التي لا تزال تفرق بيننا، سواء على مستوى عدد من البلدان أو داخل البلد الواحد. أما الآليات إلى ذلك، في الواقع يجب أن نفرق بين
يعني ذكر أخونا الأحزاب وذكر الجماعات، وهذا صحيح، لا بد من أحزاب وجماعات، ولكن إلى حد كبير هذه تنشأ عندما تنشأ الدول بشكل استقرار. أما العمل على المستوى المجتمع المدني أو المجتمع الأهلي هو الذي يجب التركيز عليه الآن، والتواصل يمكن أن يبتكر له الشباب من خلال أساليب التشبيك ما يعني ما نعرفه عن طريق حركة التطور المستمرة في التواصل الآن، يستطيعون البناء عليها أكثر من الجيل الماضي. طيب أختم معك. نعم. إلى أي مدى يمتلك العرب فرصة إنضاج تجربة ديمقراطية، حرية سياسية، تجربة إدارة حكم إلى آخره؟ إلى أي مدى هم مؤهلون وقادرون على إنضاج مثل هذه التجربة، خصوصا وأنهم أخفقوا في تجربة وليدة في مصر؟ العرب لديهم كل المؤهلات، المؤهلات الديمغرافية. العالم العربي لديه ديمغرافيا مهمة، وفي مواقع في موقع مهم واستراتيجي من العالم، ولذلك الديمغرافيا العربية مساعدة جدا، ولذلك هي ديمغرافيا مستهدفة من المنظومات الإقليمية والدولية. العالم العربي مليء بالثروات، الثروات البشرية، لدينا يعني أعداد هائلة من يعني من لا السكان. لا تحتاج الديمغرافيا إلى ثروات. لا تحتاج إلى ثروات، يعني ثروات. اليابان من الصفر نهضت، وفنزويلا من الصفر، وكوريا الجنوبية ليس لديها أي ثروات. صحيح هذا ناضت، ولكن هذا معطى إيجابي إضافي. طيب. يعني كلما وجد ثروة كلما كان يعني بين قوسين هناك فرصة أكبر وفرصة أهم وفرصة لديمقراطية أوسع وأشمل ونظام أكثر استقرارا. طيب. هذا ما قصدته. المنطقة العربية كذلك العقل العربي، ولكن هنا المعضلة، المعضلة هو في العقل العربي، في العقل الذي يفكر، في العقل الذي ينتج المعرفة. نحن نريد، يجب أن نعيد، أن نستعيد معركة المعرفة. نحن أستاذ جهاد نستهلك المعرفة اليوم، نحن شعوب تستهلك المعرفة اليوم، كل ما يأتينا من 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 علم، كل ما يأتينا من معلومات، كل ما نحن نكدس أدوات الحضارة. يعني المفكر مالك بن نبي مرة أخرى تحدث عن تكديس أدوات الحضارة بدل صناعة أدوات الحضارة. نحن نحتاج أن نصنع الحضارة، وصناعة الحضارة تحتاج أن نمتلك أدواتها، وحتى نمتلك أدواتها يجب أن نمتلك المعرفة. اليوم لا يوجد إنتاج معرفي في العالم العربي والإسلامي. تعال إلى أغلب ميزانيات وزارات التعليم العالي والبحث العلمي في أغلب الدول العربية، ستجدها يعني مضحكة، وهذا دلالة الواقع الذي تعيشه المنطقة العربية والإسلامية. ولذلك اليوم نحن محتاجين كذلك إلى بناء ثلاثة مستويات معينة لإنتاج نظام ديمقراطي مستقر. طيب يعني أنت حقيقة قدمت سردا مهما عن حاجات العرب لإنضاج هذه التجربة، لكن إلى أي مدى يمتلكون فرصة، هناك إمكانية لتحويل هذه الحاجات إلى واقع عملي على الأرض؟ الفرص موجودة من خلال انطلاق. كيف موجودة؟ يعني الغرب والشرق يعني كما يقول العرب الناشطون متآمر على حراكهم. طبعا احنا لو كيف لو, كيف لأنه يعني لو سلمنا انه كل عملية، انا لا اؤمن بنظرية المؤامرة. يعني الاستسلام لنظرية المؤامرة سيجعل العالم العربي سيظل على ما هو عليه. العرب يمتلكون كل مقومات النهوض. العرب كانوا في يوم من الايام يعني حكام هذا العالم، ولهم ان يعودوا لقيادة هذا العالم. ولذلك القضية لا تتعلق بالقدرة وإنما تتعلق بالكيفية. السؤال هنا أستاذ جاد هو الكيفية، كيف يمكن أن نصل لهذا؟ كيف يمكن أن نصل؟ أجبتك، هو العقل العربي يجب أن يخرج من حالة الجمود، يجب أن يخرج من حالة القتامة. طيب. يجب أن يعيد إنتاج ذاته بطريقة متجددة، بطريقة يعني تعيش عصرها، وبطريقة تكون متخففة كذلك من كثير من الارتهانات، سواء للتاريخ العربي الدامي أو إلى يعني السيطرة التي أراد له. وهذا الكيف طبعا لا يمكن أن يجاب عنه بسؤال واحد، ربما طبعاً. نعيد إنتاج محاور جديدة لحلقة مقبلة للإجابة عن هذه الأسئلة. أشكرك شكرا جزيلا. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة مشاهدينا الكرام. في ختامها أشكر ضيفي في الاستوديو زياد بومخلأ المحلل السياسي، كما أشكر ضيفنا عبر الهاتف من بون في ألمانيا نبيل شبيب الكاتب والصحفي السوري. الشكر لكم، إلى لقاء مقبل بإذن الله.